هدف هذا البرنامج هو أن نطرح مواضيع مهمة، مواضيع تهم الشارع، تهم الأسرة، تهم المجتمع، تهم الشباب. سنة 2010 تزوج حول 2900 واحد في قطر، 1100 واحد تطلقوا. هل الآن أصبحت وسائل الاتصال خيار، ترف أم إلزام؟ وسائل الاتصال الحديثة اليوم هي واقع، زين، لا مفر من هذه الغريزة إن لم تشبع بالحق أشبعت بالباطل. فلازم يكون في شفافية ضرورية جدا في الأسرة. أنا أخوكم أحمد البعنين ألتقي معكم كل جمعة إن شاء الله في هذا البرنامج، برنامج المطوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.